اخواني اخواتي، مساء النور، مساء اجمل العقول. نحن نتواجد الان في شارع المهدي بن طومات الذي يلتقي في اخره مع شارع الجيش الملكي. هذا الشارع يبدا من او ينطلق من الدرك الملكي اللي كاين حدا الملعب ديال الكره، ديك الانطلاقه ديالو كيدخل حتى السوق الاحد وكيستمر حتى لهنا. هنا قربنا من شارع الجيش الملكي اللي كيتلقى معاه فيه. مساء النور، مساء الخير للجميع، لا اللي في الداخل ولا اللي في الخارج. الله معكم، الله يشفي ويعافي الجميع. اللي مريض الله يشفيه، اللي محتاج الله سبحانه وتعالى يعطيه. احنا دورنا هذا هو شارع الجيش الملكي الذي يمتد الى ساحة مكة او صيدلية رحاب. تحية حارة لإخواني أخواتي اللي كيتبعونا واللي كيهتموا بنا وكيسولوا فينا، جزاكم الله خيرا، خير الجزاء. جولة أخرى في مدينة الزرقاء، مدينة العرائش. التي كانت تسمى قديما مدينة الإكسوس. حضوا معايا هنا بعض الحفار. واش غتكون هنا مغروسات أشجار؟ هادشي بجانب مدرسة محمد الخامس اللي كاينة في كليطة والحي الجديد. ما زلنا في شارع الجيش الملكي. كنعقل على هذا الشارع انا ملي كنت صغير، لم يكن معبدا، كانت فيها الحمرية، وكان بالنسبة للطريق المعبدة من ساحة مكة إلى المدينة فقط. هذا الشارع لم يكن معبدا إلا حتى غادي نقول لكم حتى تقريبا واحد 1980 1981 عاد تم تعبيد هذا الشارع الله أعلم، ولا قبل شي شوية. وكنت أنا عقل أنا مريض، أنا صغير، السبيطار ديال الحومة ديالنا كان هو السبيطار ديال القصبة اللي حدا العوينة. وملي كتكون شي حاجة كراف كيصيفطوك لهنا للمستشفى ديال كنجيو، وكنحسبو هذا المكان بعيد نظرا لأنه كان مهمول، ولكن الحمد لله اليوم أعيش كل معبدة. عريش مهيئة، هانتوما التهيئة ديال شارع طرق خالد بن الوليد كما كتلاحظوا. مازال الأشغال جارية فيه، مازال الأشغال جارية على قدم وساق. الله يكمل بخير. زلت هذا الطريق هذه هي خاضعة للتهيئة، كما أن هذا الترطوار كما تلاحظوا هو قيد التهيئة كذلك. شوفوا التهيئة فين وصلت حتى لهذا المكان. أنا واقف دابا في شارع عبد المؤمن بن علي، ها العمل فين وصل.
هذا المركز هذا أشغال جارية هنا على قدم وسط. وضرنا مكان تهيئة أو المكان الذي يعرف الأشغال. انطلقنا في شارع عبد المؤمن بن علي اللي فيه صوانة الصفا وفيه الصيدلية ديال النصيحة. هذه هي السلامة، حومة السلامة. السلامة ما كايناش على الترابيزة، كاينة حتى في العريش. تحياتي لكل المتابعين على الهاتف وعلى الحاسوب وعلى التلفاز. كنشكروا الناس اللي كيتابعونا من القلب. تصلية النصيحة، حلويات السلامة بجانب صيدلية النصيحة. للأسف قد لا تكون تتضح الرؤية جيدا لأنه المساء، الشمس أوشكت على الغروب. وأعتذر لأنني كنكون خدام حتى الأربعة ونص عاد كنخرج. هذا شارع المقاومة هو هذا، لاحظوا معايا حتى هو خاضع للتهيئة. التهيئة على قدم وسط، انتم شوفوا تقريبا واحد 500 متر فيه كله انطلقت به التهيئة كما تلاحظوا. هذا هو هذا التهيئة، هذا هو شارع المقاومة كما تلاحظوا. أكيد تم تهيئة البنية التحتية ديالو ولاحقا سيتم تعبيده. اسم جامعة جديدة، وتحية الساكنة جامعة جديدة. هذه جامعة جديدة اخوتي، وهذا اللي خيرو بجانب الاخر. وكاين المباص في صيدلية المسجد. حنا دابا في شارع سور الإشارة. الشارع فين ساكن الأستاذ أكنين، تا هو كيتهيأ، تا هو كيتصلح. الحصول هاد التهيئة مبغاتش تسالي، مبغاتش تسالي. واش نقولوا الا الله يكمل بخير. هنا فين كانت واحد الحفره مشينا، ولكن دابا هما حفروا كلشي، كلشي موجود هنا، كلشي الخير هنا. هانتوما خوتي الاصلاح راي العين. ثم كتشوف الحفره فين كانت، حفره تسببت في اصلاح الشارع باكمله. مزيان، هنيئا وبشرى لكم في هذه الحي هذا، وبانوا عليكم الأمان. هادي داك الشي راه غادي حتى السينما كلشي صديقة. شوفوا الإصلاح فين وصل، شوفوا الإصلاح فين وصل. من جهة أخرى هذا الشارع بنو خلدون على ما أظن، مقتصدية ابن خلدون ومدرسة ابن خلدون وصيدلية ابن خلدون. وساحة ابن خلدون وحديقة ابن خلدون. كيظهر لي واقيلا فوتنا شوية. المقهى مارنيز عرفتوها، راها للبيع دابا الرقم. السلام عليكم ورحمة الله.